في رادس لينا حكايات. صحيح ان الاهلي زعيم افريقيا ليه في ملعب رادس حكايات وروايات واساطير، لكن اوعى تفتكر ان ماتش الاهلي والترجي ممكن يكون سهل، ولازم يجي في بالنا اكبر صدمات شافها الاهلي مع الترجي. الاولى هي اللقطة اللي مش ممكن ينساها الاهلوية والاسم اللي دايما حاضر في ذاكرتهم، مايكل انرامو، واللي سجل طبعا هدفه التاريخي بالايد من ضربة ركنية في نص نهائي نسخة 2010. المفارقة بقى ان مباراتين الذهاب والاياب كانت فيهم اهداف مثيرة. الاهلي كسب 2-1 في الذهاب وسجل منهم محمد فضل هدف في ايده، وفي مباراة الاياب سجل انرامو هدفه الشهير اللي لا يمكن ينساه جمهور الاهلي لانه كان سبب في الخروج من البطولة وقتها. نسخة 2010 بذكرياتها السيئة تقريبا اتكررت تاني سنة 2018، لكن المرة دي بسيناريو صعب جدا لا يمكن ينساه جمهور الاهلي اللي هيفضل فاكر تعليق عصام الشوالي لما قال اضرب يا بدري في نهائي البطولة وقتها. الاهلي كسب في الذهاب باستاد القاهرة 3-1، لكن سافر تونس علشان يلعب في رادس مباراة العودة اللي كانت واحدة من أصعب المباريات اللي عاشها الأهلي وجمهوره اللي كان بدأ يحتفل بالتتويج باللقب. الأوضاع اتقلبت في تونس، الأهلي قدم أداء وحش جدا وفريق باب سويقة قدر يسجل هدف واتنين وجاب التالت أنيس البدري اللي كان عريس الليلة وقتها بإضرب يا بدري بعد ما قضى على أحلام الأهلوية في التتويج بالنجمة التاسعة. كلها أيام ونكون على موعد جديد مع فريقين واحد منهم هيتوج باللقب. هل الأهلي الباحث عن النجمة الإفريقية الـ12 ولا الترجي المتوج بأربع ألقاب؟